هذا الامر متجاوز. اليوم درنا اجتماع ديال اللجنه المركزيه، درنا اجتماع ديال المجلس الوطني، ويمكن ان اؤكد لك بان نحن نعمل من اجل انجاح هذه التجربه ان شاء الله في خدمه الوطن. واولا هذا الميثاق تم اعداده اثناء تهيئ للحكومه، وبالتالي وكان المنطلق دياله هو اساسا البرنامج الحكومي، وحزب الاستقلال فهو منخرط في إطار هذه الأغلبية بكل مكوناته، وسيعمل جاهدا من أجل إنجاح هذه التجربة الحكومية، لأنه بلادنا محتاجة من خلال ما عبرت عنه المواطنات والمواطنين من ضرورة انتقال ديمقراطي، محتاجة إلى قاطعة مع العديد من السياسات، قاطعة كذلك من التنصل من المسؤولية، قاطعة كذلك مع ما كان معروف عنه وهو عدم الاستماع إلى نبض الشارع وإلى نبض المجتمع. وبالتالي فنحن سنعمل جاهدين من أجل تحقيق هذا الانتقال وتطوير نجاعة السياسات العمومية خصوصا على الصعيد الترابي، والعمل كذلك على توحيد هذه الأغلبية من أجل خدمة المواطنات وخدمة الوطن.